تاريخ الانضمام 26/11/2010، 6 مليون مشاهدة بفيديوهين الرقاصة. يا ريت الفيديوهات بتاعتي توصل لكم أكتر وننجح بإذن الله مع بعض ونوصل لنسبة وصول عالية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بقناة سهاي بركات وياسمين وعائلة سهاي بركات وياسمين. كم واحد عايز ينجح أو كم واحد ممكن يدفع فلوس عشان ينجح أو عشان يوصل لنسبة الوصول أو علشان يعرف يعني إيه سي يو، يعني إيه وصف تفصيلي، يعني إيه صورة مصغرة؟ أنا دفعت فلوس أو ضحيت بفلوس ولسه بضحي أكتر وأكتر ولسه الموضوع مستمر عشان بتعلم بفلوس. النهاردة أنا هاجي أعلمكم كل ده ببلاش لله من أجل المشاهدة والمتابعة وبس. في حلقات الانتساب أو زي ما الناس كلها بتتكلم على فيديوهات الانتساب، ممكن الفيديوهات دي انا اقدمها للناس لو لقيت عليها طلب كتير جدا. هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل واحده واحده مع بعض. انا النهارده بعد ما كنت شغال على الترندات او قبل كده شغال على اللي بقى كده اشتغلت على الترندات، اتعلمت يعني ايه ترندات ووصف تفصيلي. اتعلمت ان الوصف ان انا بجيب الكلمات اللي هي محركات البحث او اللي الناس بتبحث عليها واحطها في الوصف التفصيلي. طيب دلوقتي انا بقى القناه بتاعتي بقت عائليه، وزي ما الناس كلها اختارت تبقى عائليه وترحلت وانا عملتها عائلية، ازاي اعمل بقى وصف تفصيلي او شرح تفصيلي للمحتوى بتاعي انا عشان اوصل لنسبة الوصول زي ترندات زي احمد حسن وزينب ممكن، او قناة العائلية احمد حسن وزينب ومعرفش ناس كتير قوي. مش هيفتح باب احمد حسن وزينب حمدي وفاء كتير جدا. انا واحد من الناس اللي كنت بتفرج على شادي سرور، كنت بتفرج على باسم يوسف، اول واحد عمل ستوب السبوت على اليوتيوب زي ما اتكلمنا قبل كده. النهارده بقى بعد معلش طولت عليكم في المقدمه كتير قوي، افتحوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتعالوا اوريكم اول خطوه بنعملها ازاي تعمل نسبه وصول للقنوات بتاعتك، او ازاي تعمل عارف انت المشاهدات اللي بتيجي عندك بتيجي ازاي. او دلوقتي يعني بص هوريكم حاجه، احصائيات القناه او احصائيات الفيديو ده، فيديو قديم جدا 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 ممكن منزله معرفش من امتى بصراحه عشان ما اضحكش عليكم، بقاله فتره كبيره ما بيجيبش مشاهدات بسبب ان هو بقاله فتره كبيره جدا عامل نسبه الوصول عدد المشاهدات. بصوا هو وصل 7000 نسبه وصول، دي النتائج، ده كله طبعا زي الفل يعني الحمد لله. بيقول لك البحث والمصادر والمصادر الخارجيه، ماشي المصادر الخارجية دي انا كنت بعمل مشاهدات فيك بس عشان بس محدش يسأل، البرامج اللي هما بيعملوها مشاهدات والكلام ده. طيب انا دلوقتي الفيديو ده انا عايز بقى اعمل له وصف تفصيلي او ازاي اظهره اكتر تاني وازاي ارجعه يظهر. كل الكلام المكتوب ده كله انا كده هشيله كنترول A شيلته يمسح وارجع هنا واخد الوصف اللي انا حاطه في الفيديوهات الجديدة اهو كوبي. ازاي جبت انا الكلام ده؟ من الفيديوهات بتاعتي، مثلا شاهد فرحة بنتي في عيد الفطر وسهيب بركات وياسمين، فيلم ليه زوج يخون سهيب بركات، عائلة سهيب بركات، كل ده هاخده زي ما هو كوبي واجي هنا. الفيديوهات اللي بتيجي مشاهدة عندك عالية، لو ما جبتش مشاهدة مش مشكلة اشتغل عليها برضه، بس انت هتعمل ليك هتحجز مكان ليك في اليوتيوب. انا مش هعرف اقولها بالانجليزي، انت بتحجز مكان ليك في اليوتيوب خلاص كده اتحط. طبعا عشان الجهاز مهنج مهنج مهنج، الجهاز اللابتوب ده معايا من 2014 شغال معايا لحد دلوقتي كتر خيره حبيبي يا ابو صلاح. شكر خاص طبعا لصلاح مدحت اللي اداني اللابتوب ده او اللي اشتريته منه اللابتوب ده واللي هو استحملني السنين دي كلها. تعالوا بقى ننزل على الخطوة التانية دي، حاجة أنا أعرف إن اسمها علامات. إيه علامات دي؟ مش عارف عشان ما أضحكش عليكم، لسه مش أنا مش في اليوتيوب فاهم يعني نسبة الوصول. هدوس زي ما خدتها هناك كده كوبي بيست أهو اللي أنا كنت حاططهم هنا في فيديو قديم، بس طبعا ده لسه محدثه دلوقتي إن كل ده بس الفكرة جت إن أنا أعمل الفيديو عشان كده أهي. أنا خلاص خلصت دول، أطلع فوق شوية. انا عامل برامج، في برامج هو كان شركه سيجمنت، واحد صاحبي اسمه خالد سعيد طبعا كل الناس عارفاه، اللي عارفيني عارفين اللي هو بيعمل لك يعلمك البرامج دي اهو، البرنامج ده وده ده ده برنامج وده برنامج تمام خلاص. هنا
احنا بص نسبة 40، نسبة 40 مش وحشة بالنسبة لنا يعني، عشان دايست الفيديو بقاله سنين ما تفرجتش اتفرج عليه. هنطلع فوق تاني كده اهو، عامله تحدي الملوخية، انا اندومه الملوخية هاخده قوي واحطه تحت كمان معاهم عشان يظهر في نسبة الكسور. اه طبعا في حاجات موجودة هنا، مش بابجي مثلا، امسح بابجي اهو بس كده. ملك الكريب، ألعاب أطفال، قصص أطفال، دي حاجات بيقترحها لك البرنامج. البرنامج ده اللي هو بيقترح لك العلامات دي، البرنامج اهو اللي عايز يبحث عليه ماشي اسمه اهو. فين انت يا ابني؟ يا ابني انت بإيه؟ المهم يعني اهو هبقى اجيب لكم اسمه بعدين، دلوقتي بس بعد ما اخلص اهو. فين هو البرنامج؟ ماشي خلصت الحاجات دي كلها، اخد دي كمان كوبي، اظهر الاعلان اقوى شوية كده بس. انزل تحت تاني اشوف البرنامج عمل لي تقييم قد ايه، بقى 46%. حلو، كانت 40% بقت 46، حلو جدا. نطلع تاني اهو، دوس حفظ وهكذا بقى. كل الفيديوهات اشتغل عليها بالطريقة دي. هنا بقى الحاجة التانية، ان انت بتنزل تيجي هنا مكتبتوش الحاجة، مكتبتهاش ايه اللي انت مكتبتوش؟ اخد العنوان بتاع الفيديو واحطه هنا تاني، كوبي بيست كوبي بيست، انا مش عارف كنترول بيست او كنترول في او كنترول سي. بس دي خطوة من الخطوات. هنا ده الفيديو كده، انا خلصت اول واحد، اشتغل على اللي بعده. انا بشتغل من الاول على فكره، بشتغل من اول الفيديوهات يعني من الاول خالص. انا وصل كده طبعا، الناس عارفه ازاي بتجيب الفيديوهات، لو الاستوديو اليوتيوب اللي انت عندك، استوديو يوتيوب عندك على الموبايل، او احسن طبعا لابتوب كمبيوتر يعني احسن استخدام. هو برنامج هنج اساسا، هو ده هنج، هو فعلا هنج، المفروض يظهر المشتركين ويظهر كل حاجه بس كتر خير يعني. خلاص عملنا تحدي الملوخيه، خش بقى على الفيديو بتاع بنتي بتاع شجرة الكريسماس. هو نفس الحكاية، أعمل كده باخد بيت ده. بس في حاجة تانية، أنا قلت هنا شاهد بنتي، فآخد اللينك بتاع الفيديو بتاع بنتي ده وأحطه هنا عشان آخدهم بقى كوبي، وآخدهم كوبي. ده صوت البنات بيصحوا وبيست. استنى يا عمي، وهكذا كل الفيديوهات بنفس الطريقة. ارجع تاني هياخد الكلمات العلامات اللي انا حطيتها تحت دي، هنا هنا، والغي اللي انا كنت عامله قبل كده اللي ما بيجيبش مشاهدات والناس ما بتتفرجش عليها، وربنا يسهل الناس تتفرج على الحاجات الجديدة دي. الغي، بص هنا كوبي بيست، وكفى المسلمين شر الكتاب. بس دي الطريقة، برنامج بيحمل، دوس حفظ. هو برنامج كده شكله ايوه 22%، هو الجهاز تقيل زي ما انتوا شايفين، هو بيحمل لسه، البرنامج لسه بيحمل بعد ما عملت اهو، بقى 46% من 100، نسبة كويسة جدا. قوم واخد بقى واحد تاني كده بيست اهو، وهكذا كل الفيديوهات بنفس الطريقة وبنفس الشكل هنا كده. وطبعا زي ما قلت لكم، مفيش لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة عائلة سوايب وعرفات وياسمين. واتمنى ان انا اكون قدمت حاجة اتعلمتها بفلوس، على رأي من الناس ما بتقول مفيش حد ما بيتعلمش بالساهل، لا انا اتعلمت وخدت خبطات على دماغي كتير جدا، ولسه بتعلم ولسه هتتعلم ولسه انت هتتعلم. فما تيأس وخلي عندك صبر وإرادة ان انت توصل لحلمك حتى لو وصل لعشر سنين. قناة اليوتيوب دي انا بدأت فيها في 2010، ممكن اجيب لكم عشان بس الناس تصدق ان انا بدأت فيها في 2010، الناس اللي ما تعرفش هتشوف
اوريكم التاريخ، ان التاريخ بتاعي من 2010، بدأ القناة من 2010. بس بتاع البرنامج بيحمل عشان الجهاز تقيل والنت تقيل، وكمان انا فاتح بث مباشر على برنامج تاني، فكتر خير ابويا يعني اللابتوب والراوتر اللي بيصفر مني. اهو بصوا، تاريخ الانضمام 26/11/2010، 6 مليون مشاهدة بفيديوهين الرقاصة. يا ريت الفيديوهات بتاعتي توصل لكم اكتر، وننجح بإذن الله مع بعض ونوصل لنسبة وصول عالية جدا. وشكرا لكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس في قناة عائلة صغير بركات وياسمين. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.